فكرت منين بدك تجيب حق الغسالة؟ ايه فكرت. ها وشو طلع معك؟ والله طلع معي يا ام الحيس انك تظلي تغسلي على يديك مثلك مثل كل نسوان هالضيعة وعلى المخباط جنب الساقي. يا دلي وليش؟ ليش لحتى ظل اغسل على ايدي مثل كل نسوان هالضيعة؟ وبعدين مين قال لك انه كل نسوان هالضيعة بعدهم عم يغسلوا على ايديه؟ نصهم صار عندهم غسالات واتماتيك كمان. إيه؟ وانت شو شكله بدك اياها؟ اتماتيك طبعا، ليش غيري احسن مني؟ لا مش احسن منك، تكرم عينك، بس يصير معي مصاري بشتري لك غسالة اتماتيك. وانت رح يصير معك؟ بس يصير معي بخبرك. شو انت عم تضحك علي ابو ملحس؟ لا يا ام ملحس، ليش هو حتى اضحك عليك انا؟ لكن شو هاي بس يصير معي بخبرك؟ يعني بس يصير معي مصاري بخبرك صار معي مصاري. اي فهمت عليك فهمت عليك، عم تقطفني قطفي، ما هو معروف انت بيصير معك مصاري. لا يا ام ملحس، يعني بدك تقطعي برزقنا انت؟ بجوز بجوز الله سبحانه وتعالى يلي قادر على كل شيء بجوز يبعث لنا بدال العشرين ألف بجوز يبعث لنا مئة ألف. فك منين؟ منين؟ منين بده يبعث لنا منين؟ بده يدلدلنا إياهم بالقفي من السماء؟ يا أم الحيس، الله سبحانه وتعالى ما رح يعدم الوسيلة يلي يرزقنا فيها حق الغسالة. يعني رب العالمين بعد اسمه وكرمه عنده مليون طريقة وطريقة حتى يرزقنا فيها. يعني بيجاوز بيجاوز يربحنا ورقة يا نصيب. ليش انت عم تسحب ورقة يا نصيب؟ لا لا عاد شلون بدك تربح؟ عم قول مثلا مثلا. ها مثلا بيجاوز يخلي دجاجة من دجاجاتنا تبطلنا ذهب ذهب حقيقة. مين بيعرف؟ ليش بقيان عنا دجاج بالقن؟ لا لكن مين اللي بده يبيض لنا الذهب؟ يا ام الحيس ليش ما عم تفهمي علي؟ انا عم قول مثلا مثلا، يعني بجوز مثلا واني عم بنكش بالبستين عم بحفر فيه لاقي جره مليانه ليرات ذهب. ليش نحن عنا بستان وماليش خبر؟ ولا هي كمان مثلا؟ يا ام الحيس خلي ايمانك بالله كبير، الا ما يجي يوم ويرزقنا فيه. اني ما عاش في انتظر، بدي غسالي مثل غسالة خيي، يعني بدي غسالي. ها ومنين بدي ادبر لك حقها هذه؟ ما بعرف، دبر حيلك اتدين. ومنين بدي اتدين دخليك؟ اتدين من جن ابو خلايل. من ابو خلايل؟ وفرضا اتدينت من ابو خلايل، شلون بدي يوفيه هون؟ بالتقسيط، وفيهم بالتقسيط. منين؟ من مسحوب الدكان. لك يا ام الحيس، مسحوب الدكان يا دوب عم يطعمينا خبز، وعلى علمك كل يلي بيعوا بالنهار عم يطلعش ب 500 ليرة، وما فيهمش مربح أكثر من 50 ليرة بالكثار. بقاش بدي شيل لشيل منن لحتى اوفي ابو خلال حق الغسالة. لكن بيع البقرة. شو عم تحكي انت يا ام الحيس؟ شو صار لعقلك؟ يعني حد بيكون عنده بقرة عم يشرب منها حلايب وياكل منها لبن وسمن وجبن وقشطة بيقوم ببيعها؟ ان احنا لولا البقرة كنا متنا من زمان يا ام الحيس. شوف يا ابو ملحيس، كلمتي ورد غطاه، يا أني يا البقرة، بقى شو قلت؟ يا أم الحيس طولي باليك، ما وصلت شغلي لهون. لا بدي وصلها، أنا ما عاش أقدر أعيش بدون غسالة. شوف شوف ديتي شلون انهرقوا من الغسيل، حرام عليك حرام عليك. طيب طيب خلاص، من اليوم ورايح أنا رح أساعدك، مرة بغسل أني ومرة بتغسلي أنت. مليح هيك؟ هيك مليح أم الحيس؟ لا مو مليح، بدي غسالة يعني بدي غسالة، وإذا بكرة الغسالة ما بتكون عندي ما رح ضل ساعة بالبيت، مليح؟ أي مليح، أمري لالله، رح انزل بكرة بيع البقرة. هيك مليح. إيه لا ترشيني.